تخرج تروح فين بس يا عم نعيم دلوقتي؟ هروح، انا مش مرتاح هنا. واضح ان عمك مقصر معاه. لا، من الناحيه دي الراجل حاططني في عينيه، بس انا شايف ان المساله طويله شويه. انا بقول بدل ما اموت هنا على سرير المستشفى اموت في بيتي وعلى سريري احسن. ده ايه اللون الغامق ده؟ في ايه يا حبيبي؟ عارفه بنته كانت هنا الصبح برضه شايلها الهم، همشي واروح. انا حاسه ان قاعده في عمر مكرم. لا عمر مكرم ولا حاجه. انا قلت لها انا لا عايز عزا ولا عايز جوامع ولا عايز حاجه مني خالص. وبعدين هتروحوا مني فين؟ انتوا عمالين بتدوروا على قاعه تفتحوها بس وتنحنحوا، وتبصي كده هوت على جنب تلاقي واحد وصاحبه قاعدين عمالين يتكلموا في ماتشات الكوره، وعلى الناحيه التانيه واحده قاعده هي وصاحبتها عماله تقول لها المصاريف والاساتذه والمدارس. بص يا فارق، سيادتك تحب يعني العزا بتاعك يبقى شكله ايه؟ اقول لك؟ قول. انا عايز جنازه زي الافلام الامريكاني كده، يعني فيها اكل ومزيكا وكده. خلاص هعمل لك عزا زي عزا الصبوح، كله رقص. لا والله انتوا الاثنين لازمته ايه السيره دي دلوقتي؟ سيره دي سيرتي، يعني شيء يخصني لازم يتقال على حياه عيني وفي وشي. وبعدين كلنا مروحين، وانا ما بحبش لا البكا ولا النكد. ما دام كده كده احنا مودعين، يلا. طيب انا هودعك وداع مؤقت مؤقت، ومش عايزه بنتك تكلمني تشتكي منك تاني يا عم نعيم. لا 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 ما تخافيش. اتدلع. لا انا قلت اتدلع يا اخوي. اتدلع واتنحنح كده، انا احس انك عيان. كل ما يحاول ينكد، يعني كل ما يحاول ياخدها لمساحه الزعل، هي تروح مدياله مساحه الفرحه، تروح داخله في مساحه الفرحه. وده الكتابه، الكتابه قد ايه جميله، انها كل ما هو بيحاول ياخدها في انه انا هموت وكذا وكذا ومش عايز عيالي مش عارفه، الكتابه تروح هي واخداها الناحيه الثانيه قد ايه فعلا. حلو قوي. حلو حلو. رمك الميزان. هي الحياه كده، ولا زعل على طول ولا فرح على طول، مش نكد على طول، ومش يعني هي فعلا اغنيه شيرين، ولازم برضو نقول شيرين طبعا صوت رائع، احساسها جميله جميله بكلام امير تعيمه الصراحه. ساعات حلاوه الدنيا بتطلع من قلب الجرح، واللي يشوف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. فعلا فعلا، يعني هي الدنيا دي اكتر حاجه. يعني انا ساعات بتاثر لما بقرا الحاجات على تويتر وكده، لما اشوف واحده بنت مثلا قايله انا النهارده ابتديت موضوع البرطمان، انا النهارده انا هبتدي موضوع البرطمان. يعني من اول من بعد العيد ابتدي البرطمان، بس استنوا برطماني بس هيبقى. انا شخصيا هستنى برطماني. اوكي انا برطماني زلعه. ايوه فعلا، ناس كتير تقول لك احنا انتوا فعلا حسستونا ان في نعم كتيره احنا ما كناش حاسين بيها. طبعا. فلما الواحد دي مش دي المسلسلات اللي الناس بتقول تفاهه بقى وفلوس كتيره ومسلسلات هي بتفيد في ايه؟ طب ما هو بتفيد اهو. لا أوي. لا المسلسل ده غير قصه الكانسر الحقيقه. بيرجع تاني بيفكرني بعادات وتقاليد، وبيفكرني بالمسلسلات اللي طبعا رجاء تعرفها، اللي هي جميلة. مسلسلات اللي بترسخ مشاعر الأسرة، بترسخ مشاعر وهو ده المهم جدا في الدراما، ازاي انك ترجع. يعني دفنتلي كلنا بعد المسلسل ده بنرجع نكلم اهالينا اكتر، نود الصحاب كمان، نقدر الحب في حياتنا، نقدر الصداقة بالزبط. ان يبقى عندك صديق زي سارة وأمينة، او زي يعني في حاجات كتير ناس كانت خلاص بالنسبه لهم انتهت فجاه. لا ما انتهتش، انا ممكن ارجعها تاني. فدي حاجات بالنسبه لنا بقى لما يقولوا الفن رساله. اظن فينا قلت النعيم اما احنا في البيت، اما قلت له في ناس بنعيش معاهم سنين طويله صح، ونحس معاهم بالغربه، وناس تانية نقعد معاهم يمكن ايام قليله ونحس انهم فهمونا واحنا فهمناهم. صح. انت من النوع ده. وده حقيقي اللي بيحصل بالظبط. الكلام كلام حلو، الكلام مكتوب حلو قوي قوي، وما انتيش قادره تغيري فيه حاجه. صوري بقى بتغيرته يعني، مش غيرتي حاجه في الكلام. كلنا حطينا لا كل يعني واحد فينا حطينا احاسيس بنضيف كلمه، عشان كده انا بالنسبه لي لكن كم كبير جدا من استمتاعي. انا هكون انانيه جدا في ان انا اقوله، كنت حاسه
رحلة مشاعر. كنت مستمتعة، الحزن، الفرح، الجراءة، الاحترام، مش عايزة أقول كلام إنشا بس حقيقي أنا بجد مبسوطة إن أنا كنت عشت في بيت الستات، في الأسرة، في القيم، في الأخلاق، فكرة القيم، لأن الأم كمان كانت هي العمود، الدفى، العزوة، عمال يقول القيم 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 بالنسبة للولاد. كمان من المشاهد الحلوة طبعا اتعملت حنان مطوع، وإحنا اتكلمنا عليها من مشهد المطبخ، حنان مشهد جميلة المطبخ. بس خلونا نشوف مشهد كده لحنان ونرجع. تعالالي تعالالي بالغالي. سي لا لا يس وات از كول ذس وان تهينا يس دي وونت تو تراي هتاخديها كلها يا جماله. يلا انت كنت ستة لطيفة. خلاص بص عليهم كلهم، بص عليهم كلهم وكلمني بعد شوية. اوكي باي. ايه شغل ماشي ريحة تجنن. لا الواحد كان فعلا جعان ولازم يقعد. شفتي بقى لولا ان انا ادعيت ان عندي سكر والله ما كنت تشميها. لا دول خلاص بقوا معننا علينا يا شيخ. مريضه بالكده. مريضه متعه متعه كده انك تقعدي تكدبي بس من غير ما تضري حد ما اعملش حاجه يعني. بس بقول لك ايه، انت زمان كنت مسميانا ايه لما كنا بنغلس على الناس ونسالهم حاجات؟ اماني وسويه. امال مين بقى رحاب وابتسام دول؟ انا وانت. ايه شعت دي؟ مش فاهمة مش فاهمة بس هفهم طالما أنكل عادل عارف يبقى هفهم. هتقولي لأمك؟ هقول لها على إيه ولا إيه؟ الله يا عبد الله أنت عاملة مصيبة ولا إيه؟ بس أنا كمان عاملة مصيبة. قولي وأنا أقول. ما كنتيش تحلفي؟ أصل أنا هموت وأوريكي. وريني. الفستان. يا نهارك ابيض يا سارة. عروسة اللولة. ايه ده؟ ايوه. قولي لي انت بقى ايه المصيبة اللي انت عاملاها؟ انا بقى عندي كانسر. تفي من بقك يا شيخة فضل الله يقبلك. بجد انا عندي كانسر. في الدم. وكيمياء. ايه رايك مين بس حابه كويسه حابه كويسه ساره she's okay I have cancer. سارة فضحتيني. مسخرة ما تعرفيش تضحكي ولا تعيطي يا حنان. مساء الخير حنة. وحشتوني وحشتوني. قلت لك ده من أروع أدوارك. استمري. والله من أروع أدواري وأروع كاست وأروع روح وبحبهم وحشوني وحشوني يا حنة. أنتي وحشتينا. يعني انا يعني اقول يعني المشهد ده انت فجاه ابتديتي تعيطي وتسوسوي كده في العياط وجعتي السوسوه دي منين يا حنان؟ والله كله موجود في سوسوه في نونوه بيطلع وقت اللزوم. الدور ده بالنسبه لحنان مطوع ايه؟ يعني تهالي من اهم الحاجات اللي حصلت لي في حياتي لانه فكره التنوع يعني يمكن في ادوار اصعب لكن انه تعملي حاجه مختلفه مغايره عن اللي الناس معتاده عليه او المنتجين والمخرجين بيحطوكي فيه. فهو كسر الكليشيه وكسر القالب. فانا بجد بشكر جدا شركه بي لينك مشيش وبشكر استاذ حسين من الباوي ومن قلبي قلبي بشكر هند لانها فعلا بني ادمه استثنائيه مش بس فنانه رائعه ولولا الدفى اللي حاصل اللي حصل بيني وبينها اعتقدش ان كانت ساره هتطلع كده. حبيبتي يا حنه
انتي لا 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 ده حقيقي ومفتقداها ومفتقده مدام رجاء، خلاص بقيت بحلم بيها ايوه ما انتي هتكلميها برضو كلنا وانوشكا وانوشكا يا حلوه الرنجه احكي لهم يا حلوه على الرنجه على انوشكا والرنجه هبعت لك الرنجه لا 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 ايه ده انتوا عرفتوا ولا ما عرفتوش لسه موضوع الرنجه؟ لا عايزينك انتي تقولي بقى ها ايه قصه الرنجه يا حنان بقى؟ اول يوم ليا احنا كلنا احنا كلنا يعني ضريبة رنجة جامدين جدا هي 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 ضريبة لا لا انا رنجاوي جدا انا رنجاوي اخر حاجة ومدام رجاء حبيبتي مأكلانا دايما كده دايما مأكلانا كلنا بصراحة كلنا دايما فاتحة علينا الاستوديو. المهم عملت لنا قعدة رنجة فظيعة في اوضتها وانا وهند بقى نازلين باقصى سرعة عندنا وانوشكا قاعدة في منتهى الرقي بعرف ايوه كده لا ما بحبش ريحتها ما كنتش كنت لا والاباء والشمم يعني فعلا اميرة قاعدة وسطنا واحنا قاعدين وحوش وبعدين ايه قلت لها هتندمي طب جربي حتة حته صغيره مدام رجاء قالت لي لا لا خلاص مدام مش عايزه خلاص قلت لها طب حطوها قلت لها ما تديهاش هي خدت بس حته صغننه ما اعرفش صغننه لقيتها قامت جايبه لي حته رغيف وقالت لي اديني حته صغيره على الطرف كان لازم تحبيها وما تديهاش بقت هوفر بتاكل رنجه وعملنا رنجه تاني فاكره عملنا رنجه تاني ايوه حضرت وشمرت دي بقى المره دي شمرت وقعدت كده فاكره يا حنا ويوميها كانت واحنا ايدينا كلها رنجه وبصل يا جماعه دخلت علينا يا سيدي بتمثلوا ازاي بعد كده؟ مش عارف لا انا اللي عملت مشاهد صعبه جدا بعد الرنجه عادي جدا وانا لا وانا كان اول مره اروح اول مره تدخل التصوير فكره اجمل حاجه في انوشكا اجمل حاجه لا وكان يوم في كشري دي ساميه كشري وحواوشي لو سمحت وحواوشي يا حنا وحواوشي ايوه يا روحي ايوه استهزموني انوشكا اجمل يا حنان اجمل حاجه يا روحي وحشتيني قوي مبروك يا حنان والحقيقه كان دور مهم جدا وعايزه اقول لك انك فعلا وجودك على الشاشه كان لحظات بهجه اكيد بس عايزه اقول لك ان بالرغم انها شوفي بتضحك قد ايه هي جواها مأساة جوا الكاركتر هي جوا الكاركتر بالظبط الكاركتر عنده مأساة ابنها والطلاق ومع ذلك فكرة الفشل انها لم تنجح حلو قوي قوي في حياتها وانها سابت الشغل علشان تربي الولد سمعت كلام الناس سمعت كل حاضر الممثلة الثقيلة تعمل اي حاجة حلو قوي متابعة ممثلة من العيار الثقيل جدا هي فخر كرم متابعة وصلها حقيقة طبعا بجد ميرسي يا حنان وحشتينا وانتوا وحشتوني قوي وانا اللي فعلا شرفت ان انا ابقى جزء من التيم الرائع ده ويا رب يجمعنا تاني على خير يا رب حلاوه الدنيا الجزء التاني بقى كل قلبي الناس هتبتدي ارجوكم ميرسي يا حنان وزفر معانا بقالنا 10 دقايق ما جبناش سيره زهر لا لا ما شفناهوش ده خطا قلقانة قلقانة جدا قلقتيني يا لفيف فكرة خلونا نشوف مشهد مهم لظافر بقالنا 10 دقايق اتفضلوا بقى هي وحشة قوي كده؟ لا خالص خالص كدابة؟ خالص أنا كنت هقولك ما تجيبي شوية فواريك من بتوعك أجربهم قبل ما ننزل سامعاك يا سليم ومفيش نزور من البيت النهاردة أنت مش لسه كنت في الشارع من يومين هي صورة هي يعني جلسة العلاج دي تحسبوها عليا خروجه انا مش هقدر اقضي كل الوقت ده في البيت اكتر ما كده انا كنت هقول لكم هقطع شعري بس خلاص راح طب انا على فكره في شويه نبته ممكن تتسلى فيهم كده وتقطعهم لو عايز امين انا بتكلم بجد ما تيجي ننزل نلف بالعربيه لا يا حبيبي انا كبرت على اللفلفه في العربيات يا سليم بعدين الصراحه هنا عندها حق انت المفروض تريح النهارده احنا بنبقى ننزل بكره بعده بكره شفت؟ أهو تسمع كلامها هي المرة دي هنية ما تقعدي جنبنا لا 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 أنا لسه فترانة لسه تقعدي جنبنا لا لا لا
بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح اوضتي. ما تيجي ندخل اوضتي. بقول لك ايه يا امينه؟ جو الثانوي ده مش هيطول معايا. قصدك ايه؟ قصدي 4 أو 5 شهور كفايه تجهيزي للفرح. انت بتتكلم جد؟ انا لو ما كنتش بعمل جلسات علاج كنت اقول لك نتجوز بكره. بكره مستحيل. مستحيل. اخر الشهر ممكن. يعني بس المشهد كنا بنتكلم هل المشهد ده احلى ولا المشهد بتاع الصناديق بقى لما قال لها اتجوزيني؟ طبعا مشهد الصناديق مشهد عظيم جدا وحاجه رهيبه جدا. انوشكا من الاميره اسمها هانم اللي هي امراه من زجاج، يعني امراه كانت دي كانت من فولاذ. من فولاذ بس هي بتقول إيه؟ انا فولاذ انا ما بكسرش، انا ست من ازاز ما بكسرش. لا 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 ازاي؟ لا وجع وجع ايه؟ من ده للست العاديه دي، يعني هي ست بس ست زي ستات كتير جدا. الفرق بينهم ايه؟ في كتير من اسمت جوايا وفي كتير جدا من ناديه جوايا. يعني انا برجع اقول رحلة المشاعر، رحلة الحياة اللي أنا كنت مستمتعة بيها، لأن إحساسي أنا دلوقتي لو كأنوشكا هفكر بالظبط إنه مفيش أحلى من الأمل، مفيش أحلى من إن أنا أقول لحد بحبه وبحبك، مفيش أحلى من إن أنا أحس بعزوة صحاب، مفيش أحلى من دفى بيت وأسرة وحنية. يعني كل المعاني دي اللي هي احنا ما بنفكرش فيها، زي ما هند قالت في مشهد ان انا انام واصحى او استطعم الاكل، كل الحاجات العميقة دي اللي احنا بنعديها كده مرور الكرام، حياة مستمتعة بيها جدا. هند قالت لما اني اقدر اضحك دي نعمة. بالظبط احنا في نعم كتير. وبعدين الفكره فيه. انه الموضوع مش بس مرض، الواحد ممكن يروح في اي دقيقه طبعا. فاستمتع بحياتك بكل لحظه واحترامي احترامي الشديد لمشيش بوجود ياسمين معانا دي كانت، يعني جات الفرصه وبقول حقيقي بحترم جرأتها وبحترم اصرارها. ده يعني في اول ايام رمضان كتبت عن مشيش انه فعلا، يعني لو عشان برضو الواحد فاهم ان المنتج ده هو بيحط فلوسه خلاص وبس. لا لا لا، ولما بتلاقي منتجين يعني يجي يقنع حد هو مش مقتنع خالص ويقول انا عارف المشروع ده هيبقى ايه، شايفه انا شايفه وفعلا كان شايفه، يدخل على فيسبوك ويكلم ياسمين غيث، ده مش شغل المنتج خالص، بس انه يعمل كده وهو اللي يفكر ويقنع ويفكر مين يعمل احسن مزيكا ومين في الدور ده هيضيف اكتر من، ومش فارق له يعني اللي فارق له مين ينفع هنا ومين ينفع هنا. صراحه تحيه ما هو كبيره انت ما تحسي انك انت بتشتغل مع انسان محترم ما بخلش على عمله ابدا. منتج من نوع لازم تحترميه وتحترم عمله. الحقيقه انه كل انتاجه يعني من وقت طريقي بتاع شيرين جراند اوتيل اللي انتوا اشتغلتوا فيه بتفاصيله الرهيبه، انا بالنسبه لي ده تالت عمل يعني احنا عملنا كذا. انا ده التاني بالنسبه لي انسان رائع فعلا. والحقيقه ده زمان كان عندنا المنتجين دول، كان رمسيس نجيب واسيا واسيا، كان عندنا منتجين عظام يعني. وبعدين حسين، استاذ حسين من البوي ده طبعا طبعا هو مخرج سلس جدا، يعني بتشوفي المشهد مريح يعني لانه متصالح مع نفسه سلس، صالح مع مشاعره، ما فيهوش حاجات من كذا وحاجات عامله كده، ما بيخافش عليك، ما بيفرضش عليك حاجه خالص. بصراحه سلس. كنت بقول لهند حتى قلت لها انا لو كنت بحلم امثل في يوم من الايام ما كنتش اتخيل اني ابدا بحاجه مكتمله من كل العناصر كده بجد. هتكملي بقى تمثلي خلاص بقى طريقه اكتشفت موهبتها.
شفتي بقى؟ شوف حلاوة الدنيا. رب ضارة نافعة. نخرج فاصل وبعد الفاصل حلاوة الدنيا، وطبعا هنشوف بقى العباية العظيمة الرائعة اللي بتلبسها هند. النهاردة هند جاية يعني العيد فرحة، العيد فرحة، العيد فرحة بتعيد بجد. بعد الفاصل لوكيميا يا أمينة، لقوا في التحاليل بتاعتك لوكيميا. طفي من بقك يا شيخة، فضل الله يقبلك. بجد أنا عندي كانسر. لو أنت حاسس إن أنت طول الوقت متضايق وشايل جوه ومش عارف تستحمل، لا ما تكملش يا عمر، خلاص. سليم ورم في الدماغ. أمينة، لوكيميا. رحت أعمل تحاليل عشان فرحي كمان كام شهر، وساعتها دنيتي اتشقلبت. ساعات حلاوة الدنيا بتطلع من قلب الجرح، واللي شاف العذاب يقدر يعني إيه الفرح. ساعات حلاوة ورد، غير جبنة، غير بصل، غير جموال، بطاطس محمرة. مبروك يا أمينة، خفيتي. مش وحش إنك تبقي عارفة أنت عايزة إيه، بس حلو برضو إنك تفاجئي نفسك وتفاجئي الدنيا بحاجة تعمليها بره الخطة. وأنا النهاردة عايزة أعيشه معاك.